نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من النيل للأخبار والفضائية المصرية. مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك فاطمة. مرحبا بك جوهر. السادة والسادة أهلا بحضراتكم ونبدأ بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد من واشنطن اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك. اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2. روسيا تكشف عن صاروخ جديد عابر للقارات يمكنه حمل 6 رؤوس نووية. وفي نشرتنا الاقتصادية نتابع. رئيس اقتصادية قناة السويس والسفير الصيني يطلقان جعلة التشغيل التجريبي لخط انتاج لمصنع جوتشي مصر بالسخنة. إلى التفاصيل. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على حفاوة الاستقبال طوال فترة إقامة سيادته للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية. وأكد الرئيس السيسي على أن مصر قيادة وحكومة تعمل دائما على دعم أبنائها في الداخل والخارج ولن تدخر جهدا في خدمة الشعب المصري العظيم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وأكد اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك. كما التقى سيادته في مقر إقامته أيضا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين وللشعبين الصديقين. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن بمقر البنتاغون في واشنطن. كما التقى السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي. والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية. كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنيفي والسناتور لينسي جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي. كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي. وكذا السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي. وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه رؤية شاملة للنهوض بإفريقيا. جاء ذلك في تصريحات خاصة لقناة النيل للأخبار حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية. مصر ليها يعني باع كبير جدا في القارة الأفريقية والعمل الأفريقي المشترك. كان منذ سنوات قليلة كانت مصر رئيسة الاتحاد الأفريقي، وكان السيد الرئيس له رؤية شاملة للنهوض بأفريقيا وتفعيل جهود التنمية في أفريقيا. القمة الحالية بتأتي في هذا الإطار من مشاركة السيد الرئيس، هي القمة الثانية من نوعها، كانت القمة الأولى 2014 والحالية القمة الثانية. طبعا كان في وقت يعني ممتد ما بين القمتين، ده بسبب الظروف العالمية وبسبب كوفيد وبسبب الأزمة الأوكرانية وما إلى ذلك. أشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية. العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات، دعني أؤكد أنها علاقات شديدة الخصوصية، علاقات راسخة وممتدة. ده مش كلام، يعني خلال العشر سنوات الماضية ومنذ الأحداث اللي اندلعت في المنطقة من 2011 إلى الآن، المنطقة الحقيقة شهدت أحداث جسيمة وأحداث كبيرة جدا من عدم الاستقرار ومن الأزمات ومن الجهد السياسي والأمني في المنطقة. ده كان بمثابة تقدير، يعني كان بمثابة يعني اختبار شديد للعلاقات المصرية الأمريكية اللي أثبتت أنها راسخة وصلبة وتتخطى أي صعاب، لأنها مبنية على أساس سليم من الاحترام المتبادل، من المصلحة المشتركة، من التنمية، من الرخاء، من التعاون، من نشر الروح السلام في المنطقة. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن القمة الأمريكية الإفريقية لها دلالات كبيرة تعكس الاهتمام الدولي بالقارة الإفريقية لما لها من إمكانات كامنة على مستوى الموارد والطاقة والعنصر البشري. القمة يعني دعني أقول لك إنها ليها دلالات كبيرة لما بتأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فده بيعكس الاهتمام الدولي الكبير جداً تجاه القارة الأفريقية، الاهتمام الدولي المتزايد. القارة الأفريقية فيها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، على مستوى المواد الأولية، على مستوى الطاقة البشرية، ولكن الحقيقة ما تحتاجه، وده اللي أكد عليه السيد الرئيس خلال كل اللقاءات اللي تمت على مدار اليومين الماضيين وأيضا المباحثات الجانبية واللي هيبقى بكون في كلمة السيد الرئيس، أنه وده كان ايضا حدث في الاتحاد الافريقي، انه القارة الافريقية في حاجة ماسة وبتفتقد الى بنية قارية اساسية او بنية اساسية قارية. بمعنى ايه؟ بمعنى انه تحتاج الى شبكة مواصلات بكل مكوناتها، سواء طرق سواء محاور ربط ما بين الدول ومحاور داخلية، سواء طرق ممرات طرق بحرية ونقل بحري والربط البحري سواء. وعبر الهاتف ينضم إلينا محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك سيد محمد. يعني زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن شهدت اجتماعات عديدة مع مسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترى أهمية هذه اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك؟ تحياتي طبعا لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. لا شك ان زيارة السيد الرئيس لواشنطن وحضور مصر في قمة مهمة مثل هذه القمة وهي القمة الأمريكية الأفريقية تؤكد على أهمية ومحورية مصر التي باتت بوابة للقارة الأفريقية وباتت تلعب دور إقليمي مهم، سواء كنا نتحدث على صعيد شمال أفريقيا أو على الصعيد الأفريقي وسط
جنوب وغرب افريقيا. اضافه الى ذلك الرؤيه المصريه بشان العديد من الملفات الافريقيه، وخاصه ان مصر كانت رئيسه الاتحاد الافريقي منذ مده قصيره، وطرحت عدد من المبادرات التي لاقت ترحيبا افريقيا ولاقت ترحيبا دوليا، منها اسقاط اسكات البنادق وغيرها من المبادرات المصريه والتي ما زالت تطلقها مصر بشان القاره الافريقيه. ايضا اللقاءات ربما التي تمت على هامش هذه القمه هي ايضا انعكاس لتؤكد اهميه ومحوريه الدور المصري، سواء كانت مع وزير الخارجيه وزير الامريكي حتى مع في الولايات المتحده. كل هذه الامور تؤكد على اهميه مصر في او لدى صانع القرار الامريكي وفي السياسه الخارجيه الامريكيه. ايضا مصر تلعب دور محوري بشان الازمات الموجوده في القاره والازمات ايضا الموجوده في الصعيد الشرق الاوسط وعلى الصعيد العربي. فبذلك كان هناك اهتمام قوي جدا بالدور المصري وبمحوريه الدور المصري وبحضور مصر في هذه القمه والحديث مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العديد من الرؤى والملفات، حتى ملفات يعني التنميه والدور الذي وعوامل التنميه التي تمت في مصر خلال الفتره الاخيره والتي اشاد بها المجتمع الدولي والتي ايضا تحظى باهتمام رجال الاعمال في الولايات المتحده، خاصه ان البنيه التحتيه في مصر الان والتي يعني كان للدوله المصريه رؤيه بفضل القياده عظيم بضروره تطوير البنيه التحتيه الان باتت جاهزه بالمشروعات والمصانع ايا كان نوعها او ايا كانت يعني هذه المصانع لتطور في الداخل المصري وايضا تكون نافذه للوصول الى العمق الافريقي وغيره من الجهود التي ابرز فيها. اشكرك يا سيد محمد ربيع الديهي الباحث في العلاقات الدوليه، كنت معنا عبر الهاتف. أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه من دون عدالة مناخية فإن النظام بأكمله سوف ينهار ويفقد مصداقيته وجدواه. جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة وزارية في واشنطن بشأن تحديات المناخ لمجموعة 77. وأهم من كل ذلك تم هذا مع المحافظة على عنصر من العدالة والتوازن، فمنذ فترة طويلة بلدان النامية كانت تطالب بأن تتعبأ عبئا غير متوازن غير كريم، وان هذا النظام قد تطور بصوره غير متوازيه بحيث الطلب على تخفيضات طموحه للانبعاثات وجهت للبلدان الاقل نموا والاكثر والاقل تسببا في هذه الاضرار، وعليه فان تمويل المناخ كان نادرا شحيحا ويصعب الحصول عليه. عدم الانصاف هذا يهدد استدامته، وبدون عدالة مناخية فإن النظام بأكمله يمكن أن ينهار ويفقد مصداقيته وجدواه. وأضاف شكري أن الرئاسة المصرية التزمت بتحقيق نتائج تتجاوب مع الوضع الملح والعاجل لخطر تحديات المناخ. إن الرئاسة المصرية وشخصي كرئيس مشارك التزمنا بأن نحقق نتائج تتجاوب مع الوضع الملح والعاجل لخطر تهديدات المناخ، أنه رغم هذه التحديات ينبغي أن نضمن المراقبة والالتزام باتفاقية باريس بما في ذلك المحافظة على درجة الحنمئوية 1.5. اختتمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2 الذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. جاء ذلك في إطار الخطة التدريبية المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.
تمت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2، والذي نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، والذي جرت فعالياته على مدار عدة أيام بمجمع تدريب ميادين قوات حرس الحدود في إطار خطة التدريبات المشتركة لدعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. وألقى اللواء أركان حرب عماد يماني قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا باحترافية الأداء للعناصر المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية. وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالأسلوب الأمثل باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة في مجال تأمين الحدود. إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية وتبادل الخبرات في العمل على أحدث النظم والأساليب في مجال تأمين الحدود. حضر المرحلة الختامية اللواء أركان حرب خالد شوقي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري. وتستهدف هذه المبادرة توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% تخفيفا عن كاهل المواطنين. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. الشوادر موجود فيها كل حاجة، كل المستلزمات من أدوات مدرسية، من سلع أساسية، من أجهزة كهربائية، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. أنا جيت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، وجيت فيها تلاقي السكر والرز بكميات كتيرة والزيت، والأسعار كويسة جدا على أسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجيه اللي موجوده من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادره دي، وبنعرض جميع المنتجات وبكميات كبيره جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعه باي كميه هيلاقيها في مبادره كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفره وكل الحاجه موجوده، وكل واحد بياخد اللي هو يكفيه زياده كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفره بكميات وباسعار منخفضه جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفره بكميات كبيره وسلع كويسه جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره
لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفادة كبيرة للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزارة سيارات محملة بسلع غذائية متنوعة لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الأكثر احتياجا بأسعار مخفضة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده، لقيت عربيات في مدرسة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونة وسمنة ولحمة، وأسعار أحسن من بره كتير يعني. ومدرسة كلنا واحد موفرة كل السلع موجودة في كل مكان، وكل حاجة متوفرة، والزيت ب21 جنيه والحاجات كتيرة والحاجات متوفرة. كده المبادرة دي كويسة جدا جدا جدا، وكده يعتبر. بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبير. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد مع مد فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري. المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية تهدف للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل تداعيات دولية تؤثر على أسعار السلع المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 729 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 796 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تمكنت من ضبط 70 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 663 طن، كما تمكنت من ضبط أكثر من 53 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تمكنت من ضبط 958 قضية، من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. طلبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل عنصر أيرلندي. من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث. تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات حادث إطلاق النار على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ومحاسبة مرتكبي الحادث الذي أسفر عن مقتل عنصر أيرلندي. كان عنصر أيرلندي من قوة اليونيفيل قتل وأصيب 3 آخرون بجروح جراء الحادث الذي تخلله إطلاق الرصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العقبية خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان. وإثر الحادث قام رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي بزيارة إلى مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان للتعبير عن التضامن، مؤكدا أن من تثبت إدانته سيتلقى عقابه. أكدت خلال اللقاء على أن الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني والجيش اللبناني ما يقوم به من تحقيقات في الوقت الحاضر هي تحقيقات مستمرة، وسيكون نوع من محاسبة كاملة، وكل إنسان سيكون له عقابه بهذا الموضوع.
وعبر ميقاتي عن التقدير الكبير لمساهمة اليونيفال في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا على أن الشعب اللبناني يقدر العمل الذي تقوم به اليونيفال جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب. وشدد ميقاتي على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، مؤكدا احترام بلاده للقرارات الدولية، وداعيا الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا. كما التقى ميقاتي القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرلودو لاثارو في مقره في مدينة الناقورة في جنوب لبنان، وتباحثا حول الحادث وملابساته والوضع في الجنوب، إضافة إلى شرح حول عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وقدم قائد الجيش اللبناني العماد عون التعازي إلى قائد اليونيفيل لوفاة الجندي الأيرلندي، وثمن تضحية عناصر اليونيفيل معتبرا أنهم الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومؤكدا استمرار التنسيق والتعاون بينهما. أعلن وزير الداخلية التركي تعرض موكب للشرطة في مدينة ديار بكر إلى انفجار سيارة مفخخة. أسفر الانفجار عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال من الشرطة، فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم. يبدو أن شبح الإرهاب بات يلاحق المدن التركية واحدة تلو الأخرى، فبعد أيام من تفجير إسطنبول تعرض موكب للشرطة في مدينة ديار بكر إلى انفجار سيارة مفخخة أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال من الشرطة. وبحسب بيان صادر عن مكتب حاكم المدينة التي تقطنها غالبية كردية، فإن قنبلة كانت مخبأة في سيارة متوقفة على جانب الطريق انفجرت عند مرور سيارة شرطة مكافحة الشغب. لقد حدث الانفجار صباحا عندما مرت حافلة تقل عناصر من الشرطة، حيث تعرض الموكب لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة، وتم إرسال المصابين لتلقي العلاج في المستشفى وخروج بعضهم في حالة جيدة. من جهته أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أنه تم اعتقال شخصين لهما صلة بالهجوم الإرهابي، ويعد هذا الانفجار الأول منذ أكثر من 5 سنوات قرب مدينة ديار بكر، ويأتي في إطار توترات بعد سلسلة من الغارات الجوية للجيش التركي على مجموعة مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا، بينهم حزب العمال الكردستاني ووحدات متحالفة مع الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي. كانت أنقرة قد وعدت الشهر الماضي بشن عملية عسكرية برية بهدف السيطرة على هذه المنطقة وإقامة منطقة أمنية على طول حدودها الجنوبية. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أحدث صيحة من صواريخها العابرة للقارات، حيث تم تصميم صاروخ روسي جديد قادر على حمل 6 رؤوس نووية. سيشكل الصاروخ الجديد يارس أساس القوة الضاربة فائقة التقدم لوحدات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. بقدرة على بلوغ أهداف يتجاوز مدها 12,000 كيلومتر، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أحدث صيحة من صواريخها العابرة للقارات، ونشرت موسكو مشاهد للصاروخ الجديد محملا على قاذفات متحركة في مناورة أجرتها وزارة الدفاع الروسية غرب العاصمة موسكو، قبل أن يتم تنصيب الصاروخ على منصة الإطلاق الثابتة بتشكيل كوزليسكا للصواريخ الاستراتيجية. إن وحدات التجمع الصاروخي القتالي قد أكملت تحركها من الموقع الفني إلى النقطة التي انتقلت لتستقر فيها بصفة دائمة، وقد أعطيت أوامري بالاستقرار في موقع الإطلاق. تم تصميم الصاروخ الروسي الجديد الذي يبلغ وزنه 46 طنا في معهد موسكو للهندسة الحرارية وفقا لتقنية الأسلحة النووية المطورة RS-24. ويملك الصاروخ الروسي الجديد القدرة على حمل من 3 إلى 6 رؤوس نووية، وسيشكل الصاروخ الجديد يارس أساس القوة الضاربة فائقة التقدم لوحدات الصواريخ الاستراتيجية الروسية. وبذلك قدمت وزارة الدفاع الروسية للعالم أحدث نموذج من صواريخها النووية الذي يمكنه تنفيذ أي مهام توكل إليها
لتحقيق الردع الاستراتيجي. أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المدن الأخرى، وتسببت الضربات الصاروخية في انقطاع المياه والكهرباء، فيما توقفت حركة قطارات الأنفاق لاستخدام المحطات كملاجئ. في ظل استمرار القتال استهدفت مدن أوكرانية عدة بوابل من الضربات الروسية، وسمع دوي انفجارات في وسط كييف، وأبلغ عن انقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عدة. وطالب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تيليجرام السكان بعدم مغادرة الملاجئ، مؤكدا أن الهجوم على العاصمة لا يزال متواصلا. وأعلن نظيره في خاركييف ولولتافا أن مدينتيهما محرومتان من الكهرباء جراء الضربات. تزامنا قال مصدر في خدمة الطوارئ بجمهورية لوهانسك الشعبية إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 23 آخرون جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية على منطقة لانتروتوفيكا المأهولة بالسكان. وأضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير أحد المباني، ولا يزال بعض الأشخاص تحت الأنقاض، وتعمل خدمات الطوارئ في الموقع على إزالة الأنقاض. وفي وقت سابق أفادت بعثة لوهانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية أطلقت 3 صواريخ من طراز هيمارس على لانتراتوفيكا. كذلك أعلنت بعثة ما يسمى بجمهورية دونتسك الشعبية مقتل 2 من سكانها وإصابة 13 آخرين جراء قصف للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث قصفت دونتسك وماكيفيكا وغورولوفيكا وضواحيها، مشيرة إلى أن قصف العاصمة كان الأعنف منذ اندلاع الصراع في عام 2014، موضحة أن الجيش الأوكراني أطلق 40 صاروخا من طراز غراد على المدينة، وتضررت العديد من مرافق البنية التحتية المدنية والمباني السكنية. وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع أسقطت 2 روسيتين بدون طيار من طراز أولنتن، وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية 5 مراكز قيادة للروس و4 مناطق حشد لقواتهم ومستودعين للذخيرة وآخر للوقود. وذكرت الهيئة في بيان أن القوات المسلحة الأوكرانية صدت هجمات روسية بالقرب من 22 مستوطنة في إقليمين، حيث شنت روسيا 23 غارة جوية و4 هجمات صاروخية، من بينها ضربتان على أهداف مدنية في مدينة خاركييف، فضلا عن 78 هجوما بالمدفعية الثقيلة استهدفت أحياء سكنية في بعض المناطق. مرحبا من جديد. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت 651 مليون إصابة. وأضافت الجامعة أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,660,000 وفاة. وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، في حين احتلت الهند المرتبة الثانية تليها البرازيل. كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، تلتها البرازيل ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة. وفي الصين يخطط الملايين من سكان المدن للسفر في العطلات إلى المناطق الريفية لأول مرة منذ أعوام، ما جعل الحكومة الصينية تضع خططا عاجلة لحماية المجتمعات الريفية من كوفيد-19. بعدما تخلت بكين عن نظامها الصارم من عمليات الإغلاق والقيود على السفر، يخطط الملايين من سكان المدن للسفر في العطلات لأول مرة منذ أعوام، مما جعل الحكومة الصينية تضع خططا عاجلة لحماية المجتمعات الريفية من كوفيد-19. تحرك الصين في الأسبوع الماضي أتى لمواكبة عالم انفتح بشكل كبير على التعايش مع كوفيد عقب احتجاجات تاريخية على سياسة صفر كوفيد التي وضعها الرئيس الصيني تشي جين بينغ للقضاء على المرض. لكن الحماس الذي قوبل به هذا العدول الكبير عن السياسة سرعان ما أثار مخاوف من أن الصين غير مستعدة للموجة المقبلة من الإصابات وللضربة التي قد توجهها
لثاني أكبر اقتصاد في العالم. أدى الذار من كورونا في الصين إلى أن يبحث البعض في هونغ كونغ وماكاو وبعض أحياء أستراليا عن أدوية للحمى ولوازم إجراء الفحوص من أجل أسرهم وأصدقائهم في البر الرئيسي للصين. الوضع في المستشفى على ما يرام في هذه الأيام. غرف الطوارئ شهدت زيادة في عدد مرضى الحمى السرطانية في الفترة الماضية، وفي اليومين الماضيين خفت حدته ببطء. الآن ينبغي أن يكون الناس قادرين على التعامل مع هذه المسألة بحساسية عن قبل. تشعر السلطات بالقلق بشكل خاص حيال المناطق النائية في الفترة التي تسبق عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين، والتي تبدأ في 22 من يناير. ومن المرجح أن تغوص المناطق الريفية بالمسافرين العائدين إلى مساقط رؤوسهم وقراهم التي لم تتعرض إلى الفيروس على نطاق كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ تفشي جائحة كورونا. وتظل الحدود الدولية للبر الرئيسي للصين مغلقة إلى حد بعيد، ولكن قرارات حديثة بالتخلي عن إجراءات اختبارات قبل السفر الداخلي وتعطيل التطبيقات التي تتبع سجل رحلات الأشخاص منحت الحرية للمواطنين للتحرك في أنحاء البلاد. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة يجعل ترسانتها أكثر خطورة. الاتحاد الأوروبي يهدد إيلون ماسك بعقوبات بعد تعليقه حسابات الصحفيين على تويتر. احنا حضرتك سمعنا عن قانون وتيسيراته، فجيت بنفسي هنا بدون اي محامي وقدمت الطلب حضرتك بالظبط من حوالي شهر. وانا اولا تحمست جدا للفكره، لان التسجيل الاول كان موضوع صعب جدا 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 انه يتم، لكن بصدور القانون الجديد في شهر مايو انا على طول تقدمت في اوائل يونيو. القانون الجديد سهل لنا عمليه التسجيل، ده بالعكس ان انا ممكن اجي اسجل الشقه بنفسي، الاوراق بتاعتها بتقدم والناس معاملتها كانت جميله جدا. في خلال 37 يوم بيتسجل العقد وبيتشهر، والتكلفه بتاعته ما بتبقاش كبيره، لا ده التكلفه بتاعته بتبقى قليله بمقارنه بطريقه التسجيل اللي قبل كده. قدمنا في المحكمه بدعوه، رفعنا دعوه تثبيت ملكيه، وبعدين حضرتك كان في حد بينازعنا على الملكيه، فتوجهنا بالدعوه لمأموريه الشهر العقاري، ولقينا هنا اجراءات يعني متسهله. وبعدين هنا حضرتك في خلال شهر كنت مخلصه هنا الدعوه بتاع اشهار الدعوه بتاعتي. انا معايا حكم نهائي بقاله 41 سنه، وفي خلال الفتره اللي فاتت عجزت ان انا اسجله، انما في القانون الجديد الحقيقه يعني اقدر اقول الشهر في شهر، لان انا قدمت في اول شهر 8 25 8 كنت مستلم العقد معايا. طبعا ده انجاز ما حصلش في مصر. من بداية المستشار وزير العدل ما ابتدى يسجل بنفسه في البداية خالص، وأنا ابتديت فعلا، وابتديت في أول 8، أخذت رقم خيد يوم 2/8، عملت المعاينة يوم 14/8، أخذت التصديق يوم 20/8، 29/8 كنت أخذ رقم مشرف يعني، وخدت العقد طبعا بعد منه باسبوع و10 ايام حاجه زي كده. انا طبعا بنصح كل الناس ان هي تقدر تسجل شقتها وتستفاد بالقانون الجديد دوت، لانه اولا هو سهل حاجات كتير، ثانيا لغى مثلا فصل ضريبه التصرفات، كنا الاول لازم ندفع ضريبه التصرفات عشان نقدر نسجل، دلوقتي هو فصلها تماما، انا كمشتري مش مطالب مني ان انا ادفع الضريبه. زي ما قلت لحضرتك الوقت قليل جدا، انا دلوقتي بشتري شقه وبدفع رقم كبير، فانا دلوقتي ايه اللي يخليني ان انا اكسر على التسجيل، وخصوصا كمان ان الرسوم بقت دلوقتي محدده، يعني حد اقصى لتسجيل اي شقه او اي عقار 3900 جنيه، دي رسوم ثابته. كان بيحصل امور كتير، امور نصب ان انا بشتري شقه بعقد وبص الاقي واحد تاني معاه نفس العقد، واحد تالت ورابع، فالبايع باعها لاكثر من واحد وفلوسي راحت، فلا انا اسجلها دلوقتي شهر عقاري وتبقى مسجله باسمي وباسم اولادي بعد عمر طويل، يعني كده ضمنت حقوقي وضمنت شقتي اللي انا دفعت فيها المبلغ الكبير ده.
مرحبا من جديد. اختبرت كوريا الشمالية بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة بهدف تطوير سلاح جديد. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب هي أكثر قدرة على المناورة، ويمكن إطلاقها بسرعة أكبر وإخفاؤها، ما يجعل الترسانة الكورية الشمالية أكثر خطورة. في عرض للقوة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، اختبرت بيونغ يانغ بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة بهدف تطوير سلاح جديد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. في غضون ذلك، أظهرت لقطات للتجربة الناجحة التي أجريت في قاعدة سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب البلاد الزعيم الكوري الشمالي وهو يراقب عملية الإطلاق الثابتة للمحرك، وقد وفر ضمانة علمية وتكنولوجية لتطوير نوع جديد من السلاح الاستراتيجي. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليها، تواصل بيونغ يانغ تعزيز ترسانتها العسكرية مع صواريخ باليستية عابرة للقارات بشكل خاص. وكل هذه الأسلحة حتى الآن تعمل بوقود الصواريخ السائل، لكن كيم جونغ أون جعل من المحركات العاملة بالوقود الصلب أولوية استراتيجية من أجل إنتاج صواريخ أكثر تطورا. وبحسب الخبراء، فإن استخدام الصواريخ العاملة بالوقود أصعب، وتحضيرها يحتاج إلى وقت أكبر، وتعد هذه الصواريخ أبطأ، ويمكن للعدو رصدها بسهولة أكبر وتدميرها، إلا أن الصواريخ العاملة بالوقود الصلب أكثر قدرة على المناورة، ويمكن إطلاقها بسرعة أكبر وإخفائها. وأكد الخبراء أن اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة سيجعل الترسانة الكورية الشمالية أكثر خطورة. جدير بالذكر أن بيونغ يانغ أجرت خلال السنة الراهنة سلسلة غير مسبوقة من التجارب العسكرية، من بينها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر الماضي، وهو الأكثر تطورا حتى الآن. في المقابل، حذرت سيول وواشنطن منذ أشهر من إمكان أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة ستكون إن حدثت السابعة في تاريخها. عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض عقوبات في القريب. وأضافت المفوضية الأوروبية أن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن هناك خطوطا حمر. الآن موعد أخبار المال والأعمال مع الأمير داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية، ونبدأها من مصر، حيث أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين عن سعادته بالتوسعات الجديدة لشركة جوشي مصر. جاء ذلك خلال مشاركة سفير الصين في مصر لياو لي تشانغ في إطلاق شعلة التشغيل التجريبي لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية فايبر جلاس بمنطقة السخنة الصناعية لشركة جوشي الصينية. وأعلنت المنطقة الاقتصادية أن المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 200,000 طن بمنطقة السخنة، أحد مصانع المطور الصناعي البحر الأحمر للنحاس داخل نطاق منطقة تيدا مصر الصينية. ومن جهته أكد السفير الصيني استعداد بلاده للتعاون مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المجالات. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع نظيره اللبناني عباس الحاج حسن آفاق التعاون الزراعي بين البلدين،
وخلال الاجتماع أكد القصير على توجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لدولة لبنان الشقيقة ومساندته في ظل الظروف التي يمر بها حاليا. وتناول الاجتماع المشترك العديد من القضايا المتعلقة بزيادة التبادل التجاري والشراكة الزراعية في مجال إجراءات الحجر الزراعي والبيطري والصحة الحيوانية والنباتية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي. من جهتها نفت محافظة القاهرة إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة في الوقت ذاته أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة تبدأ لتنمية المشروعات، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية. وأوضح الجزار أن البروتوكول ينص على قيام الجهاز بتقديم خدمات التدريب الحرفي لحرف التشييد والبناء والتدريب التخصصي على المعدات الثقيلة المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بمراكز التدريب التابعة للجهاز المركزي للتعمير من أجل تنفيذ أهداف المبادرة الوطنية لدعم وتطوير الصناعة. وجه وزير التنمية المحلية هشام أمن المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية. وأكد الوزير على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية بإعلان الأسعار بصورة واضحة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين. ووجه أمن بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالسوق. الأمير داود يلتقيكم بعد الفاصل وأخبار الرياضة. وبعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع نهى محمود. مشاهدينا يسود طقس دافئ شمالا بالبحر والقاهرة، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار جنوبا وجنوب سيناء نهارا، مائل برودة في أول الليل، بارد في آخره، وشبورة كثيفة شمالا حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وتنشط الريح على القاهرة. وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ عن القاهرة. السبت 14-24، الأحد 14-25، الاثنين 14-24، النعم شرم الشيخ. السبت 18-27، الأحد 17-27، الاثنين 17-27، وأخيرا مع الأقصر. السبت 13-28، الأحد 15-30، الاثنين 15-29، ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله. القاهرة 14-24، الإسكندرية 15-24، دمياط 15-23، بورسعيد 14-24، العريش 14-22، رفح 15-23، الإسماعيلية 12-24، السويس 13-23، مطروح 13-23، وادي مطرون 15-24، المنصورة 15-24، طنطا 14-23، دمنهور 14-23، سانت كاترين 5-18، الغردقة 16-26، شرم الشيخ 18-27،
الفيوم 12-25، المنيا 10-25، أسيوط 10-26، سوهاج 11-26، قنا 12-27، الأقصر 13-28، الوادي الجديد 9-26، أسوان 14-30، حلايا 19-25، جلاتين 19-29، أبرمت 19-28، رأس أحد 24-25. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد من واشنطن اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك. اختتام فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2. روسيا تكشف عن صاروخ جديد عابر للقارات يمكنه حمل 6 رؤوس نووية. وللمزيد دائما مسبيرو دوت اي جي. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة. شكرا لك فاطمة. شكرا لك جوهر. شكرا لحضرتكم، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.